حبي بالله برخ بالقهوة خلت عدي ومسك فل صاحبي باش ناخذ عنده قطعة من الفريب. واه فريب ايه فريب شو بك ترجع؟ نورمال انت ما جيت تلبس من الفريب؟ ايه نورمال انا باش نلبس من الفريب مش انت. انا نلبس من الفريب يا شمت صحابي فيا وما واخواتي شو يقولوا عليا مش للفريب؟ دي انا اخر قطعة واخذتها من شانيل بتزني انت توا الفريب؟ ايه البس انت من شانيل انا نلبس من الفريب عادي العباد الكل تلبس منه الفريب هاي مشي معايا يرحم والدي. ليه ليه انا ما مشيش للفريب عايش حبي على خاطري انا اليوم مشي معايا الفريب ميسال شاي هاي صاحبي ماجي هاي القطعة 15 دينار صديق اللي كنتي صاحبي حموش يرحم والديك خوي هاي 55 عليك عايش خوي 15 دينار يا وكمليك الحموش عايش صح بالكريديك العادة ماجي جيت نطل عليك مستني صبت عليك حموش انا برا خوي ربي معك عايش خوي ليلى وينك يا ليلى شر الحسر بيك انت واختك اختك تقولي عندك الفلوس وانت تقولي عند اختك 3000 تاع الكلاستات وينهم يا ليلى يا حموش يا حموش مين تعرفها الطفله ما تقليش من الفريق راه باش نعرف نعرفها كليونت عندي تهزوا من عندي بالكريدي 3000 شر الحسر بها يا اختها 3000 تاع الكلاستات وينهم يا ليلى تقليش من الفريق هاي السلام عليكم فضحتني يا حموش فضحتني هي و3000 تاع الكلاستات وينهم يا ليلى إيه.